السلام عليكم، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين صحابي صحباتي الاصدقاء ديالي الصديقات ديالي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ما ناقصكم حتى شي خير يا سيدي ربي. ايوا نهار جديد، فيديو جديد، وهاد النهاريه تنمشي سوق الخضر الاسبوعي حيت تيكون نروح داك الاسبوع نشوف شنو كاين فيه، كاين شي خضره جديده ديال هاد الموسم. تنقلب على جلبان ياك وواحد الحاجه اخرى دابا نقول عليكم من بعد. ايوا في الطريق لقيت هاد السيد هذا معلق في هاد البوطو تيصلح العطب التقنية اللي دارتو الشتاء، حيت هنا ملي تصب الشتاء الشتاء صافي الضو تيمشي. ايوا كي تشوفوه هنا طالع بلا والو، طلع راسو زعما تسلق هذاك البوطو وطلع، وهو قد هذاك العطب اللي كان صافي وهو هابط. بسلامته، يحفظو مولانا. ايوا تي اللي كاين، حيت هنا ملي تيكون فصل الشتاء صافي تتمشي الشتاء، تتمشي الشتاء، تتمشي الشتاء، تيمشي الضو صافي، تيبقاش هنايا الضو. في الهند كامله تقريبا قليل بعض البلايص اللي ما تيمشيش عليهم الضو. هادشي اللي كاين هنايا. كانت العشيه ديك الساعه قرب المغرب، عرفتي كاينين اصوات العصافير، ماشي ما كاينش، ولكن كاين حتى الصوت ديال الغناء ديال واحد المعبد، ما عرفتش اين مناسبه عندهم بداو تيغنيو، يعني الصداع ما غاديش تصمتوا اصوات العصافير مزيان. اللهم بلاش. ايوا هنايا حاليا راه كاين فصل الشتاء والشتاء كاين، ولكن دابا ما بقاش كاع تصب الشتاء في الصباح. بغيت نصور شويه الشتاء في الصباح بحال هكا اجواء ديال المطر ساعه والو تجي بالليل مورا المغرب. ايوا مورا المغرب انا نخرج كاين الظلام وهادي، ويمشي يدخل فيا شي طور ولا قبطنا شي قرد. عرفتي واحد القرد هنا شتي يدير، راه تيهجموا على الناس في ديورهم. نتفوا واحد المراه مسكينه كاسه وترامي عليها ما بيها تنقي داكشي لا قسم الله. ايوا وجبتها من شعره. ايوا قولوا القروده فيهم الثقه، كاينه ثقه. He's a black cow. Be careful. You hear, hear me? I don't see. There is a black cow. Be careful. If he push you, then he will go sit directly. ايوا كي تشوفوا هنا كي سمعتوا قبيله صرا مع الدخله ديال السوق، ويقول لي شوفي راه كاين ثور هنايا، وانا نقول له لا لا ما تنخافوا من الثور، وانايا شمن ما تنخافش من الثور، انايا راه الناموسه وتنخاف منها. ولكن عرفتوا هنايا شنو؟ عرفتي الناموس هنايا فات هذاك السطاج الوحش ما معاش اللعب، لا عطاتك شي ناموسه مشيتي فيها. ما عليناش، ويقول لي واه قولي قولي ما تتخافيش منه، ملي يعطيكش ضربه وديك الساعه قولي انت ما تتخافيش من الثور. ايوا المهم هنا كي تشوفوا الناس حاطين شويه شويه ديال الخضره قدامهم، علاش؟ حيت هاد الخضره تيصايبوها هما، هي زعما تنوض عندهم في الجرده ديالهم في دارهم، يعني هاد الخضره اللي هنايا بيو كي تشوفوا ما عندهمش بزاف. ملي تتبغي تاخذ على شي واحد راه تيقول لك هاد الخضره راه ديالي انا، عارف زعما شنو فيها، يعني هو اللي زارعها في الدار وداكشي، يعني الا خديتيها عينك مغامضين، يعني داكشي طبيعي. وهنايا جات لقيته باش ناخذ هذيك الخضره اللي خاصاني. المهم بقيت نشوف تنشوف، هذا تقريبا عنده كاع داكشي اللي بغيت، جميع انواع الخضر تقريبا تقريبا خديت. هذا بانسيت على سميتو، حفظت سميتو بالهنديه. يلا زيد معايا علام هاد فاتي. هذا تيقولوا لي فولكوبي. المهم شي خضر حفظتهم، شي خضر ما حفظتهمش. المهم فولكوبي بالي زوين خديته، اللي تعجبني بزاف هي فلفله، خديت منها حتى هي. شامبينيون ما عنديش معاه، هو الناس تيديروا في بزاف الحوايج تيجيهم لذيذ، انا ما تيجينيش لذيذ. المهم خديت فلفله، هذيك الخضره الاخرى ما عرفتش شنو هي، ولكن خديتها للدار، هما تيبغيوها تيطيبوها مع المرقه. صافي هادشي اللي كاين. المهم موجوده الخضره، ملي انا تجي مره وحده في الاسبوع تيجي داكشي فريش رائع. فهمت؟ قلت لكم هما الناس هنايا تيزرعوا داكشي عندهم في الدار، داكشي علاش تلقاو عندهم شويه شويه من الحاجه، ما تيجيبوش كميه كبيره. صافي عاوتاني الاسبوع الماجي عاوتاني تيجيبوا عاوتاني الخضره. هادشي اللي كاين. وهنايا في الهند يعني فين ما مشيتي كاينه جوجل بي، يعني بلا ما تهز معاك الكاش بلا فلوس. وكي قلت لكم هنا بصفه عامه تقدر تخلص هي بالموبايل ديالك بلا ما تحتاج دير معاك الكاش، ماشي زعما كاين هي في زعما المحلات الكبار وهادي، في اي بلاصه، في اي بلاصه في السوق، في شي بلاصه على برا، بحال هكا كلشي داير هنايا هذيك جوجل باي، يعني تخلص هي بالموبايل ديالك. هادشي اللي كاين. وهاد الوليد الصغير هذا راه تكمل المدرسه ديالو، عاد هنايا
السوق تيعاون، ما تقولنا داك اللي معاه وشي واحد من العائله ولا خو ولا الله اعلم. المهم هنا المدرسه تكمل مع 3 ونص بحال هكا، يعني راه عند الوقت باش يجي. صافي هنا خديت داكشي اللي خصني من عند هذا، فهمت داك الخضره اللي كنت بغيت، ولكن كنت نقلب على جلبانه، مشيت بلاصه اخرى تنقلب على جلبانه، ولكن جلبانه ما كايناش، يعني باقي ما جاش الموسم ديالها هاد الساعه، داكشي علاش كاع ما لقيتها. ايوا تقديت داكشي اللي كان خاصني وصافي، وكنت غادا بحال هكا ويقول لينا واش خاصكم الباربا، مشى عاد لهداك الصندوق العجيب اللي عندو تما، كانت باقا عندو الباربا ما حطاش حيت يلا العشيه هذيك الساعه. ايوا صافي هادشي اللي كاين، كانت باقا لي هي الباربا تما ما حطاش، عاد غادي يحطها تما كاين مع الخضر ديالو، هادشي اللي كاين. ايوا من بعد مشينا عاوتاني، باقا خاصها شي حاجه اخرى، الكبال هادي عندها الكبال زوين وكل شيء ياك، هو زعما كاين باش نتيقوها، وهادي راه بدات ديك الكبله هزاتها وقالت لينا شوفوا شوفوا ها نتوما شوفوا كيفاش دايره، راه زعما كاين راه فريش، راه هادي راه كاين لا كتب لا حتى شي حاجه، ها نتوما شوفوا كيفاش دايره تلعب بحال هكايا، شتي باش ناخذو من عندها الكبله. ايوا هادشي اللي كاين، هاي شتو كيفاش تيعبروا بهذاك الميزان بحال هكايا، بدات بالخيار. هذا العطار حتى هو حاضر في نفس الوقيته ديالو، وجالس في نفس البلاصه ديالو، ناس بحال الله كل واحد يجلس في بلاصتو، ما فهمتش هذيك مدابزه، لا هذه بلاصتي لا هذه ماشي بلاصتي، صافي حاضرين بلايصهم تيجلسوا فيهم. صافي تي اللي كاين، وهنا كنت صافي خديت داكشي اللي بغيت، ودزت خديت الفواكه نوريهم لكم حتى للدار. ايوا دزت عند هذا السيتور، قلت له يلا تحياتي يلا بالسلامه عليك، بقى في نفس البلاصه ديالو ما تحرك ما حتى شي حاجه، سبحان الله. ولكن عرفت ملي غادي يجي الجوع غادي لي بنت لي قدامه غادي يبقى يدوز في هادشي اللي كاين. ايوا المهم وصلت هنا للدار، قلت لكم راه خديت الفواكه، فواكه ما صورتهمش حيت كان خاصني نعزل الفواكه، شكون اللي غادي يقبط لي التليفون حتى شي حد. المهم المانك تنظن صافي هادي اخر مره حيت ما بقاتش زوينه، زعما الفصل ديالها صافي كمل ما بقاتش المانك دابايا، صافي الله يجعل البركه كلينا في هذاك الشيء اللي قسم الله، الله يجعل البركه الشيء اللي كاين. تنعم ان شاء الله ان شاء الله اللي بقينا في الحياه، ياك ما بخديت شي فواكه بحال هكا المانك، وخديت حتى التفاح دابا نوريه لكم. شنو عاوتاني خلاص شنو هي الذره الكبار، خلاص راه شفتوه، وهنا التفاح تعجبني خلاص التفاح الاحمر، ها نتوما كتشوفوا. المهم تقولوا لي واش وليت عارف نتقدى ولا لا، ما تقديت داكشي زوين ولا لا، ها نتوما شوفوا التفاحه كي دايره، ها ما فيها لا ضربه لا حتى شي حاجه، ها نتوما نقولوا عاوتاني التفاح ما زوينش، تنضحك معاكم. كي شفتو هنايا خديت التفاح الاحمر حيت تعجبني التفاح الاحمر، المهم كل واحد وشنو تيعجبو. وعاوتاني الكبال خلاص الكبال شفتو، جبت هادو اللي مسدودين فهمتو، بلا ما نحل كل وحده تما كاين ونجيبها، المهم صافي راه شفت شنو كاين شي اللي كاين. وشريت واحد الخضره خضره زوينه، ولكن ماشي لي انا ما تعجبنيش ديك الخضره، دابا نوريها لكم. المهم هما تعجبهم تياكلوا هنايا في الدار.
المهم دابا وقيتات الكبار ما بقى والو صافي ويمشي الكبل تاع هو بحال المانغ. المانغ دابا كاين صافي ما بقاش الكبل تاع هو شي شويه ويمشي. ما لقيتش الجلبانه ياك. وبالنسبة بغيت نسولكم بعدا قبل ما نشارك معكم هاد الخضره اللي ساكنين هنا عافاك واش كاين الشيبه ولا لا؟ خلاص النعناع ما لقيتوش ما بقاش قالك دابا صافي ماشي وقيتات النعناع. ايوا والشيبه انا نقد نلقاها ولا نقد ما نلقاهاش. الخضره اللي بغيت نوريكم هي هادي ما عرفتش شناهي سميتها. المهم هادي تياكلوها هنايا في الدار بحال هكا ما تقشروها ما والو تيقردوها دوي راس بحال هكا وتحيدوا لها الفوقاني صافي هادشي اللي كاين كي شفتوا. وكاينه خضره واحده اخرى حتى هي بحالها ها نتوما شوفوا كيفاش دايره حتى هي ما عرفتش سميتها حتى هي كي تنوريكم هنا غادي يحيدوا تيحيدوا لها الفوق وهذاك صافي تيقردوها دورات صغيورين وصافي تيطيبوها مع المرقه داك العطور ديالهم دوك البهارات وهذيك المصالح صافي. وهنايا بقات الملوخيه. الملوخيه خلاص راه صحيه زوينه شكون ما تعجبوش صافي. هنايا بحال هكا ملوخيه وريتكم. المهم وريتكم كاع داكشي اللي كاين في اللون الاخضر يعني الخضر اللي تكون في اللون الاخضر تكون زوينه وصحيه وصافي. وبقى الاخر الخيار خيار معروف تي اللي كاين. المهم دوك جوج خضر الاولانيين اللي ما معروفينش هنايا تياكلوهم بزاف تي اللي كاين الخيار الاخضر. المهم كي جاتكم الخضره اللي جبتي هذيك ياك فريش المهم مضروبه ما حتى حاجه زوينه ياك اللي تنعرف نتقدر الخضر. ايوا هادشي اللي كاينه صحابي صحاباتي الاصدقاء ديالي الصديقات ديالي. نتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو خفيف ظريف مهم وشاركت معكم هادشي اللي كاينه النهاريات حتى المره الجايه ان شاء الله باذن الله. يلا تهلاو في راسكم هادشي اللي كاين تبقاو على خير مع السلامه.